السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بهذه التغطية الخاصة عبر قناة الأيام الفضائية لعمليات طوفان الأقصى، أو لعملية طوفان الأقصى، عملية دمرت غرور الكيان الصهيوني من قادة سياسيين وقادة عسكريين، من قادة هذه العصابات الإجرامية اللي صار لها من عام 1947 لغتها لغة الدم. لدينا بعض الحكومات العربية التي طبعت علاقاتها مع هذا الكيان الغاصب ومع هذه العصابة التي تسمى دولة في مصطلحات أو في من معايير الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها. حكومات طبعت، حكومات ممكن لا هي مطبعة ولا هي المشكلة ماخذة موقف حازم اتجاه القضية الفلسطينية، ولكن ما زال الشعب العربي والشعب الإسلامي متيقن اليوم لأهمية القضية الفلسطينية. ما قاعد نشاهد الآن بهذه الصور المباشرة من مختلف العواصم الإسلامية والعربية، إن كان في بغداد أو طهران أو بيروت أو بعض العواصم والمدن الأخرى، اللي نشاهد الدعم الكبير، وأيضا لا ننسى اليوم التظاهرات الكبيرة في صنعاء في اليمن السعيد، يمن المقاومة والصمود بوجه الطغاة. الحقيقة اليوم الموقف الشعبي عموما يختلف عن الموقف الرسمي لبعض البلدان المطبعة. شاهدنا دول عربية وإسلامية للأسف ببياناتها الرسمية يعني تتكلم حتى مو بحيادية بين القضية الفلسطينية وبين الكيان الصهيوني، بل دافعت على الكيان الصهيوني ونطت الحق بالدفاع عن نفسه مثل ما سمتهم الأعمال التخريبية، وحاشا للمقاومة الفلسطينية أن يوصفون بهذا الوصف المعيب. طبعا أحبة المشاهدين، اليوم حلقتنا محورها عن موضوع الدعم الشعبي. نشاهد على بعد مئات الأمتار في ساحة التحرير مثلا في بغداد، من مختلف اليوم المشارب السياسية والدينية والمذهبية مشاركين بوقفة كبيرة جدا بالتحرير، وصلت الأعداد تعدت المليون، أعداد كبيرة جدا. هذه التظاهرات المليونية والمسيرات الداعمة في مدن أخرى نشاهد هذا الدعم الشعبي. راح نركز على موضوع التظاهرات والمسيرات المؤيدة اليوم لعملية طوفان الأقصى. طبعا أرحب بضيوف البرنامج، الأستاذ محمد الياسر الباحث بالشأن السياسي، أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. وأكيد أرحب بالأستاذ أمين الغزي عضو المكتب السياسي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أهلا وسهلا بك. وأكيد نرحب أيضا بالأستاذ نبيل سرور أستاذ العلاقات الدولية من لبنان، أهلا وسهلا بك. طبعا أبدأ مع الأستاذ محمد الياسري. أستاذ محمد، يعني اليوم أجدد الترحيب بحضرتك اليوم، ونبارك لك هذه الأيام العظيمة للمقاومة، خاصة المقاومة الفلسطينية. أريد أسألك وأدخل بمحور حلقتنا لهذا اليوم. اليوم ما هي الرسالة الشعبية اللي وصلوها إن كانوا في بغداد وعواصم أخرى بدعم عملية طوفان الأقصى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولضيفيك الكريمين والمشاهدين الأعزاء. بداية نبارك للمقاومة الفلسطينية ولشعوبنا الإسلامية ولدول محور المقاومة هذه الانتصارات المتعددة التي بدأت نواتها الأولى منذ العام 1979 بانتصار الثورة الإسلامية المظفرة في الجمهورية الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه، والذي وضع أسس الحقيقية لعملية الانتصارات لقضية فلسطين. أنا أسميتها في مقالي فاتح انتصارات القدس الشريف والإمام الخميني رضوان الله عليه، نعم، الذي أعلن بشكل واضح دعم القضية الفلسطينية، تبنيه للمقاومة، نقل السفارة من كيان الصهيوني إلى فلسطين المحتلة، والذي رأينا نتائجها اليوم بعد هزيمة 5 معارك للجيوش العربية منذ 48 إلى 73، كلها لم تحقق بل فشلت في دحر هذا الكيان. لكن اليوم هذه المجموعات الصغيرة العقائدية المتمسكة بالإسلام قد حققت ما عجزت عنه جيوش العالم. نعم. الرسائل الشعبية اليوم هي أيضا تأتي ترجمة للمواقف الحقيقية لحكومة العراق. الحكومة العراقية منذ تكليف السيد السوداني كان وضع
النقاط وفي برنامجه الأساسي في أساس العلاقات الدولية، العلاقات الخارجية للعراق، وكذلك القضية الفلسطينية بوصلة ومحور في هذا الملف. فنلاحظ أول دولة من الدول العربية نعم. كانت قد أيدت المواقف الفلسطينية وكذلك موقف الحكومة الواضح مع الشعب الفلسطيني، فيما جاءت المواقف الشعبية اتباعا أيضا ترجمة لهذا الواقع العملي وتمسك الشعب والعراق حكومة وشعبا بهذه المواقف من القضية الفلسطينية. أيضا هناك من الدول التي هي حكوماتها مطبعة مع هذا الكيان من أمثال الأردن، لكن كان هناك موقف للشعب الأردني هو من المقاومة الفلسطينية ودعمه وأسناده، بل طالب الحكومة إلى إغلاق سفارة الاحتلال وفتح الحدود للمساندة الفلسطينيين. نعم. هذا أيضا جاء نتيجة الصحوة الإسلامية التي انطلقت في العام 79. نعم. بالتالي ما حدث اليوم هو هذا حقيقة، أنه يجعل الشعوب الإسلامية والشعوب العربية تفتخر بأن المقاومة الفلسطينية وصلت إلى مرحلة تنفذ عمليات في داخل المحتل الكيان ببريا وبحريا وجويا، ويدخل الكيان في سبات قيادته لا تعرف ماذا تفعل لأكثر من 6 ساعات عمليات الرد، سواء على المدنيين هذه الأسلوب الوحشي المستخدم. بالنتيجة هذا أعطى صورة حقيقية لهذه الشعوب وتمسكها بهذه نعم. المقاومة ورؤيتها أن المقاومة والاستمرار بها ودعمها وإسنادها والمراهنة عليها يحقق النصر، بدلا من عمليات التطبيع السري والتي حولت إلى معلن، والعلاقات السرية التي أصبحت معلنة وآخرها قطار التطبيع السعودي الصهيوني الذي توقف بفعل هذه العملية طوفان الأقصى، والذي كان أحد أسبابها أنه كسر لهذا نعم استاذ محمد وإيقاف وتعطيل عجلة التطبيع السعودي الإسرائيلي. نعم. من الكونترول من ضيوفنا بالسكايب جاهز؟ نعم. طبعا ننتقل أكيد عبر السكايب من لبنان الأستاذ نبيل سرور، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا، حياكم الله. حيا لك ربي يخليك أستاذ نبيل. أريد أسألك، اليوم شاهدنا تظاهرات شعبية بمختلف المدن العربية والإسلامية، شاهدنا تظاهرات كبيرة ومسيرات، على الرغم من أن اليوم مواقف الحكومية لهذه الدول كانت مواقف ضعيفة جدا. يعني اليوم أعطيك مثل، اليوم بالعراق الموقف الحكومي داعم للقضية الفلسطينية، وخرجت تظاهرة مليونية دعما لهذه القضية في بغداد، ولكن أكو دول حكومتها كانت شبه محايدة بين القضية الفلسطينية وبين الكيان الصهيوني، ولكن أيضا شاهدنا تظاهرات كبيرة. هل اليوم الموقف الشعبي العربي والإسلامي ما زال بنفس القوة دعما للقضية الفلسطينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما من شك أن الشعوب العربية والإسلامية لا زالت وفية للقضية الأساس، لبوصلة الأمة، القضية الفلسطينية. نعم. أعتقد بأن خروج ملايين في كل هذا المدى العربي والإسلامي من العراق الحبيب إلى سوريا إلى لبنان إلى الخليج العربي، بعض دول الخليج العربي، إلى المغرب العربي، وصولا إلى الدول الإسلامية في ماليزيا والباكستان وغيرها وأندونيسيا وكل دول العالم، يدلل بأن القضية الفلسطينية لم تزل هي القضية المحورية التي تعيش الأمة كل همومها وامتداداتها. نعم. أعتقد بأن مع الأسف الشديد الأنظمة العربية بعيدة إلى حد كبير عن نبض الشعب، نبض الشارع، لم يزل هذا الشعب وفيا، بينما تنكرت الكثير من الزعامات السياسية المتربعة على صدر هذه الأمة لكي تذهب بموضوع التطبيع، لكي تذهب إلى بناء علاقات مع العدو الإسرائيلي الذي هود الأرض ودنس المقدسات واقتلع زيتون فلسطين. نعم. والآن يدمر في غزة وأهلها. مع الأسف الشعب برهن عن وفاء كبير بمعزل عن الأنظمة المتصهينة إلى حد بعيد. مع الأسف. نعم أستاذ نبيل. أعود مع الأستاذ محمد الياسر. أستاذ محمد، اليوم كل حكومة أو كل نظام سياسي واجبة عكس
تطلعات شعبه، النبض الشعبي. يعني ليش للاسف نشاهد يعني بعض الدول يعني اليوم انه اغلبيه شعبها مع القضيه الفلسطينيه؟ تاريخ هذه الدوله قد يكون في بعض الاحيان سابقا داعم للقضيه الفلسطينيه. ليش هذا التحول الكبير لهذه الانظمه العربيه؟ من منو خايفين؟ انا اعطيك مثال وياهم. انا اعطيك فد مثال وحقيقي وشاهد حي. مثل مصر زمان جمال عبد الناصر دخلت في حروب ومعارك مع الكيان الصهيوني، مع هذا الكيان اللقيط، او الافضل ان نطلق عليه الكيان المؤقت. نعم. باعتبار انه مساله ان زواله لمساله الزمن لا اكثر. لكن لاحظنا منذ العام 79 عندما كان هناك حقيقة صحوة إسلامية كبيرة وانتصرت قوة شعبية حقيقية في الجمهورية الإسلامية، ذهب هذا أنور السادات باتجاه توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وكذلك شكلت حقيقة عملية تفاهم وتنسيق كبير ما بين الكيان وما بين هذا النظام السياسي. نعم. ما أيضا أن مصر تشكل حقيقة 60% من الأمن لهذا الكيان المؤقت. بالتالي أن خروج هذا الكيان هذه النظام أو هذه الدولة عن مسار العلاقات أو مسار التطبيع مع هذا الكيان المؤقت، بالتالي سيفقد أثره، لا وجود له. لكن اعتمادها كانت هي فاتحة قطار التطبيع منذ من مصر، ونتيجة اغتيال أنور السادات من قبل الراحل خالد إسلامبولي ورفاقه، وكذلك أصبح هذا مسار. تلاه كذلك اتفاقية وادي عربة. نعم. الأردن، اتفاق أوسلو المشؤوم، وأخيرا في عهد ترامب كان هناك التطبيع الخليجي. اليوم وصلنا إلى مرحلة تطبيع الكيان السعودي مع هذا الكيان المؤقت. نعم. هذا ما يمثله أنه أرادوا من خلالها، لأنه هذا أن السعودية هذه الدولة فيها إمكانيات نفطية، موارد اقتصادية هائلة، كذلك تخاطب الشعوب العربية والإسلامية برمزية الإسلام. فبالتالي أنه أرادوا أن يكسروا هذا الحاجز من خلال أنه الرموز الإسلامية أو الدول التي تهيمن أو تسيطر على المقدسات الإسلامية هي ذاهبة في قطار التطبيع، بالتالي يحاولون سلب هذه. وأذكر أيضا شاهد آخر. نعم. ما يسمى بالمتحدث بجيش الاحتلال أفخاي أدرعي ذكر في يوم القدس العالمي، دعا المسلمين إلى الالتزام بأئمة المسلمين السنة، أي هنا يقصد بهم أئمة المسلمين السنة الذين طبعوا مع الكيان. نعم. بأن بعدم الخروج في مظاهرات يوم القدس. بالنتيجة هذا عملية تفرقة، أنه لا تذهبوا بخيارات علماءكم الذين لا يتفقون معنا، اذهبوا إلى هذه الأنظمة. فهذه رؤية أنه يريدون السيطرة على هذه الأنظمة لتركيع الشعوب. وأي مثال ذلك دولة البحرين، الشعب البحريني الذي قاوم لسنوات ولا زال يقاوم هذا النظام الخليفي القائم، ولكن هذا النظام ذهب وتمسك بهذا الكيان المؤقت. نعم. وكل هذا لأجل ماذا؟ لأن هذه الدويلات حمايتها من الإدارة الأمريكية وضعت جميع مواردها الاقتصادية بيد أمريكا، السندات المالية بيد الأمريكان، وهذه مرحلة التهجير. أستاذ محمد، عذرا أنا أتفق وياك، ممكن نسمي البحرين أو الإمارات هذه الدول الصغيرة أنه ممكن خائفة ولازم حماية أمريكية إلها، ولكن اليوم نتكلم عن دولتين مثل مصر والسعودية، دول ذات امتداد جغرافي كبير، عدد سكاني لا بأس به. هذا حتى الأنظمة مثلا إذا نعم. تجي كالسعودية، السعودية بدون الدعم الأمريكي باقية، اللي غيرت اسم الحجاز أو بلد الحرمين الشريفين، أو غيرت اسم هذه البلاد العريقة إلى اسم عائلة، أنه هذه تتوقع راح تبقى بدون الدعم الأمريكي، اللي هي يوميا تعتقل المئات من أبناء شعبها وتحاكمهم، طبعا تعدمهم بدون محاكمات. نعم. وقتل على الهوية الدينية، وبتغريدة تويتر تدخل السجن، كلمة على الفيسبوك تدخل معتقل وتنتظر أحكام من هؤلاء. بالنتيجة هذه محمية من قبل الأمريكان، وإلا مثلا أنه قطار الصحوة أو الربيع الذي مر من تونس وصل إلى البحرين، كانت الإدارة الأمريكية لم تقف مع حسني مبارك، وكذلك لم تقف مع حاكم تونس،
وكذلك مع ليبيا، بل في البحرين وقفت مع النظام الخليفي، لأن وجود النظام الخليفي هو يمثل أداة لتمرير هذه المخططات، وبقاء الأساطيل الأجنبية في منطقة الخليج الفارسي تعتمد على وجود هذه الأنظمة، وإلا هذه الأنظمة إذا لم تكن موجودة بالتالي من يطالب ببقاء هذه الأساطيل في منطقة الخليج؟ وهنا المسألة أن هذه الدويلات العربية في الخليج الفارسي هي باقية على أساس تنفذ مخططات الإدارة الأمريكية القائمة على تقسيم المنطقة، وحتى مشروع تقسيم السعودية هو مشروع صهيوني باعتبار لا يريدون دولة أكبر من هذا الكيان، بغض كذلك عن الجمهورية الإسلامية. بالتالي أن هذه الشعوب الإسلامية خالفت هذه الأنظمة، نلاحظ الآن هذه الشعوب تخرج في تظاهرات مؤيدة للمواقف الوطنية، مؤيدة للمواقف الفلسطينية، تعبر مواقفنا كشعوب هذه أما مواقف الأنظمة هذه. كذلك قيام شرطي مصري بقتل مجموعة من الصهاينة أو الإسرائيليين في السياح الإسرائيليين، نعم هذا رد طبيعي باعتبار أن الشعوب الإسلامية لا ترغب فعلا أستاذ محمد. ولكن أيضا لدينا ضيف آخر ينتظر، الأستاذ نبيل سرور، أستاذ العلاقات الدولية من لبنان. أستاذ نبيل، أرد يعني اليوم أدخل بالمواقف الدولية، يعني الأيام الماضية شاهدنا للأسف ظلم كبير جدا من البيانات الحكومية الأوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية، المتعودين على بياناتها الظالمة دائما ومواقفها السلبية. هل بعد هذه التظاهرات وهذه الجموع الغفيرة جدا ممكن نظرة المجتمع الدولي تتغير؟ قد حتى احنا ما نطلب انه يصير ويا الموقف الفلسطيني ومع المقاومة، نطلب منه فقط الحياد بين اليوم الكيان الصهيوني وبين المقاومة الفلسطينية. لقد تعودت من هذه الأنظمة الغربية التي تتغنى بحقوق الإنسان والحريات العامة وتطلق الكثير من الشعارات في هذا المجال، أنها فقدت مصداقيتها فيما يتعلق بتطبيق هذه القواعد والأسس القانونية على المستوى العملي. هم يتغنون بشعارات حقوق الإنسان والحريات العامة، احترام الديمقراطيات، ولكن هذا يظل خارج إطار التطبيق العملي. مع الأسف الشديد أوروبا تتغنى بهذه الشعارات وبأنها أم الديمقراطيات كما الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن عندما يأتي الأمر إلى الكيان الصهيوني نجد بأن هذه الدول تتحيز بشكل كامل إلى جانب الكيان اللقيط أو الكيان المؤقت. هذا يدلل بأن هذا العالم فعلا ليس فيه عدالة، وأن هناك واحد، وبأنه أيضا لا يفهم إلا لغة القوة. أنت عندما تصنع قوة للأسف الصوت ما قاعد يوصل، خلل من الشبكة. طبعا تحية شكر وإجلال الأستاذ نبيل سرور، الأستاذ العلاقات الدولية في لبنان، على الأكيد المداخلة وكلامه ومعلوماته وتحليله على هذا الموضوع. نرجع مع الأستاذ محمد الياسري. أستاذ محمد، أريد أرجع مع السؤال الأخير اللي سألته الأستاذ نبيل سرور، إنه المواقف اليوم الحكومية، إن كانت اليوم حكومات الاتحاد الأوروبي مو كلها، أغلبها كانت داعمة للموقف الصهيوني وضد القضية الفلسطينية. بعض البيانات وصفت المقاومة الإسلامية في فلسطين بأنها جماعات إرهابية بعد هذه الحشود الكبيرة في مختلف العواصم العربية والعواصم الإسلامية. هل ممكن الموقف الدولي أو المجتمع الدولي تتغير نظرة اتجاه المقاومة؟ بالتأكيد طبعا أنه هذه المواقف معتادة، وخصوصا لكن أسبابها اليوم عندما نلاحظ بأن أوروبا اليوم في وضع ما تمر به نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والعملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، هذا حولها إلى أداة ضعيفة تابعة ذيلية للإدارة الأمريكية، تملي عليها أمريكا ما تريد، مثل تجنيد المرتزقة، السلاح، وكذلك موضوع الدفاع، استغلال حتى ذلك في موضوع الناتو. بالتالي أصبحت لا مواقف لها سوى تتابعية للموقف الأمريكي، هذا من جانب. الجانب الآخر، الموقف الأمريكي هو الأساس في اتجاه الكيان المؤقت وكذلك
اتجاه القضية الفلسطينية. نعم، السلطة الفلسطينية أيضا مواقفها غائبة غامضة، لا وجود لها على الأرض، فقط تمثيل. وكذلك موضوع التنسيق الأمني الذي طالبت به حركة المقاومة الإسلامية حماس بإيقاف هذا التنسيق، الذي سبب تقريبا كوارث على المستوى الأمني وتعريف وصول الأجهزة الأمنية في الكيان المؤقت إلى هؤلاء المجاهدين بسبب التنسيق الأمني، كذلك في مخيم جنين. يعني هذه المواقف، يعني استاذ، يعني انه نفتهم من خلال كلامك انه السلطه الفلسطينيه الموجوده برام الله يعني ممكن انه وشيت ببعض القيادات المقاومه الفلسطينيه، وما ذكرته بعض، صرحت به بعض فصائل المقاومه الفلسطينيه وبينهم سرايا القدس، اعتقالات واغتيالات في مخيم جنين، في كذلك في الضفه الغربيه، انه بعد ان انتقلت المقاومة وأصبحت الضفة جزء مع غزة في الحراك المقاوم وبأساليب المسيرات العودة، كذلك في حراك إشغاء المشاغلة القوات الكيان المؤقت، كذلك في النزول إلى الشارع. الموقف السلطة الفلسطينية أيضا بعيد تماما عن المواقف لحركة المقاومة الإسلامية حماس وكتائب القسام والقدس والجهاد الإسلامي. فالتنسيق اغتيالات جاءت او اعتقالات لبعض المقاومين تمت من قبل الشرطه الفلسطينيه نفسها التابعه الى رام الله. هذا هم في اشكاليه كبيره ولم تحل وكثيرا ما دعت، ولكن فصائل المقاومه تعاملت مع هذا الموضوع بانه الشعب في الضفه الغربيه هو الذي اصبح لا يتبع للسلطه الفلسطينيه، بل يرتبط وجدانيا اداريا مع الفصائل المقاومه في غزه. وكذلك تشكلت الخلايا في الضفة الغربية واتجاه أصبح لها وجود، والسلطة أصبح وجودها غائب تماما عن هذه المجرات. اليوم شو يخلي اليوم مثل السلطة هنا الفلسطينية هنا ما يؤشر إلى أن المواقف الأمريكية في هذا المجال مثلا تهدد السلطة الفلسطينية إذا لم مثلا تواصلوا التنسيق الأمني أو تواصلون مع المجتمع الدولي سنقطع المساعدات عنكم، وكذلك الأونروا تقف مثل توقف مساعداتها أو تقول لا توجد لدي كما في الفترة السابقة نتيجة الحصار من بعد معركة سيف القدس، كانت المساعدات متوقفة نتيجة الحصار الكيان المؤقت. هذه المواقف دفعت إن تماهي كذلك السلطة الفلسطينية مع الأنظمة الخليجية، كذلك مع الأنظمة العربية المطبعة، وهذا ما انعكس حقيقة على الواقع الفلسطيني. لكن فصائل المقاومة لها رؤيتها الأخرى في التعامل مع هذا الملف، ولديها ما يمكنها من الدفاع على المستوى الهجومي وعلى المستوى الدفاعي. وصول حاملة الطائرات جيرارد فورد إلى السواحل الأراضي المحتلة هو استعراض قوة بالحقيقة، باعتبار أن الأساطيل الأمريكية موجودة بالخليج الفارسي، أسطول السادس الأمريكي موجود في البحر المتوسط أيضا وتجري فيه عملية بالتناوب، بالتالي هذا عملية استعراض قوة أمام حلفاء الكتائب القسام، حلفاء الحركة المقاومة الإسلامية حماس مثلا للجمهورية الإسلامية، إلى سوريا، إلى حزب الله، كذلك إلى العراق أيضا وصنعاء. بالتالي هذه استعراض القوة أنه نحن موجودين ندعم هذا الكيان المؤقت، هذا الكيان اللقيط بأسلحة بمعدات، وتبنى هذا الدعم لتغيير نوعا ما واقع المعركة بعد الصدمة التي حدثت. لكن المشغلات لفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان من جهة الشمال أربكت حسابات القيادة الصهيونية في تل أبيب، ونلاحظ أنه مسار التحرك القطاعات العسكرية الألوية أغلبها تذهب باتجاه الشمال، مما يعني أنه فشل مساعي أو فشل رؤية المتطرفين في تل أبيب بالذهاب باجتياح البري على طريقة 67. نعم. هذا هم أيضا قد فشل نتيجة فشل استخباري، عدم وجود معلومات حقيقية عما تمتلك المقاومة من أسلحة ومعدات تستخدم دفاعيا، وقد يتكبدون كسراسة. لهذا كان الخيار الذهاب إلى الوساطة المصرية بهذا الاتجاه، التي هي أيضا الشعب المصري لا يرغب أن يكون بالضبط حكومته في نعم. هذا الموضع. نعم. نعم أكيد راح نكمل مع حضرتك أستاذ محمد الياسري. طبعا ننتقل إلى ضيفنا عبر السكايب الأستاذ أمين الغزي،
عضو المكتب السياسي الى انه يجهز ان شاء الله انه نتكلم مع حضرت عضو المكتب السياسي المجلس الاعلى الاسلامي، جهز او لا؟ نعم. ارجع للاستاذ محمد الياسر. استاذ محمد، اليوم السؤال المطروح، اذا استمرت عملية طوفان الاقصى واستمرت الاعتداءات، واليوم الحقيقة الارهاب الصهيوني على قطاع غزة وعلى المدن الفلسطينية المحتلة الاخرى، ماذا بعد المسيرات والتظاهرات؟ اليوم الشعب العربي للاسف في بعض الدول يحس انه اقوى شيء يقدمه هو التظاهره او المسيره او الدعم بالسوشيال ميديا او يعني انه تبرعا لايصال مساعدات مستقبلا او بالايام القادمه. شنو الاكثر يقدمه اليوم المواطن العربي، المواطن المسلم المهتم بهذه القضيه؟ هو بالتاكيد عزيزي في هذه المساله، شوف اساس الحرب هو المساله الاعلاميه، الحرب النفسيه. سبب الهزيمه والانكسار الذي وقع في المستوطنين والمستوطنات الكيان المؤقت انه هؤلاء صدموا، اولا ليس موضوع فقط العمليه، وانما ما بعد العمليه ما خرج من فيديوهات موثقه نقلت بشكل حقيقي الدخول المقاومه ودخول كتائب القسام ومقاتليها الى هذه المستوطنات، كيف كانت ردت فعل المستوطنين، كيف دخلوا الى الثكنات العسكريه وكيف كان الجيش واخرجوهم بطريقه مذله. اسر قائد فرقه غزه اللي الوني اللي كان يقاتل في قاتله في لبنان في 2006، كان له مواقف ايضا في اشترك في حروب على غزه منذ 2008 2014 2012، كل هذه كان له يعني مؤشرات وقدرة عسكرية، لكنه أخرجته المقاومة بطريقة مذلة. صحيح. هذا انعكست على المستوطنين، بالتالي هنا اهتزت الثقة بجيش الاحتلال، هذه النقطة الأولى. كذلك بالمؤسسة الأمنية، أصبح المستوطن لا يفكر إلا بالهروب من فلسطين المحتلة، الخروج، علما طبعا أن هؤلاء المستوطنين أغلبهم لديهم جنسيات اما برتغاليه او ارجنتينيه او امريكيه، نعم، اخرى فضلا عن جنسيات اوروبيه اخرى، بالتالي هم منذ البدايه اصلا خائف وغير مستقر. مع هذا الحاله النفسيه والهزه التي حدثت، ضعف المؤسسه العسكريه، الهشاشه، الضعف الاستخباري، هذا اعطى انه نفسيا بعد لا يتقبل قيادته قيادة أن تكون في تل أبيب بهذه الصورة، لا يتقبل البقاء أيضا، فأصبحت مسألة وجوده في فلسطين المحتلة هو مسألة وقت، في أي وسيلة يريد الخروج أو الهروب منها، من هذا تحولت إلى جحيم. نعم أستاذ محمد، نعم أستاذ محمد. أنتقل إلى الأستاذ أمين الغزي، عضو المكتب السياسي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي عبر السكايب من محافظة ذي قار. أهلا بك أستاذ أمين. أستاذ أمين تسمعني؟ انقطع السكايب، عود الاتصال بالأخوة بالكونترول. طبعا اليوم أستاذ محمد الياسر حقيقة يعني تعبناك بالتحليل، ربي يحفظك إن شاء الله. قضية أخوة وطنية. الحمد لله، الحمد لله. أعود مع الأستاذ محمد أو أستاذ أمين جاهز؟ نعم استاذ محمد، يعني اليوم مثل ما تكلمنا عن المواقف العربية، تكلمنا على المواقف الدولية، اريد اسال يعني اليوم سؤال، انه ممكن مستقبلا فرضا انتهت عملية طوفان الاقصى والصهاينة مثل ذهبوا الى هدنة او الى وقف اطلاق النار، وهاي اليوم السلطة السياسية الصهيونية اللي هي عايشة ازمة سياسية قبل عملية طوفان الاقصى، ايش راح يصير بيها؟ يعني البرلمان الصهيوني الردة الفعل لتقييم هذه العملية بشكل أساسي، لابد أن نعود إلى مع نهاية سيف القدس. نعم. ما هي النتائج التي ترتبت عليها؟ أولا هي تكون نتائج متقاربة، لأن خيارات الاحتلال أو خيارات الكيان المؤقت هو الذهاب إلى ما يجري الآن، هو إعادة فرض الأمن، محاولة إعادة فرض الأمن في مستوطنات غلاف غزة. نعم. باعتبار حتى يعود إلى موضوع الوساطة، ثم يعود يريد ماء الوجه قليلا لكي يخرج بأن العملية قد حققت أهدافها.
باعتبار انه هذه العملية عملية الطوفان الأقصى قد كسرت الاستراتيجية الدفاع القومي العسكرية نعم. الذي جاءت مستمرت تقريبا منذ 48 هي على أساس مواجهة الحروب النظامية فعلا. وليس على أساس مواجهة طريقة حرب العصابات. بالتالي إنه القاعدة الأساسية مالتهم أن أولا مباغته معلومات أمنية دقيقة وحسم ونصر، هذه كانت القاعدة. اليوم تحولت قواعد الاشتباك بيد المقاومة، بالتالي سلبت من الزمام المبادرة. الصدمة والردود الفعلية التي صادرت منه لا عمل باتجاه استراتيجية هجومية مثل على طريقة الحدود الآمنة وحماية المستوطنات والمستوطنين، وهذا هم أيضا لم يتم العمل بها، ولا كذلك استراتيجية الدفاعية القائمة على أساس المواجهة في الداخل، وحتى في موضوع الدفاع السلبي، الاعتراض الناري، المساحات الآمنة في الوسط المستوطنات، هذا أيضا لم تحدث. بالتالي بقى نعم. خيار الوحيد أمامه حتى تلويحه بالدخول بحرب برية على غزة، أنه هذا أنه إعلاميا يحاول إعادة الثقة لهؤلاء المستوطنين، لأن أصبحت عملية نفسية كبيرة عدم ثقة. نعم، راح نرجع أكيد بهذا الموضوع المهم جدا، وهو اليوم حقيقة اليوم تهاوي الكيان الصهيوني على هذه الأرض الفلسطينية. أعود مع الأستاذ أمين الغزي، عضو المكتب السياسي للمجلس الأعلى الإسلامي عبر السكايب من محافظة ذي قار. أهلا بك أستاذ أمين. تسمعني أستاذ أمين؟ أكو أتوقع مشكلة بالنت وهذه الأمور. اليوم ارجع وياك استاذ محمد، دعني اكمل ما نعم تكلمنا يعني اخر شيء توقفنا مع نقطه انه عوده الدفاعية. المستوطنين نعم. الى هذه الارض يحتاج تاهيل نفسي. احسنتم نعم. فهنا اعاده مفهوم الاجتياح البري وهذه كلها في رؤيه اعاده الثقه بالناس، من جديد اعاده الثقه ما بالمستوطن بهذه القياده. فبالتالي انه الذهاب الى خيار الوساطه التي تجرى المصريه، وكذلك ان يعود بانه قد قمنا بعمليه حققنا اهدافنا في هذه عمليه الرد وكذلك، لكن ما بعدها ماذا؟ نعم، في سيف القدس كسر الاحتلال، المقاومه انتصرت وفرضت، اخر اطلاقه كانت من المقاومه، تغيرت معادلة سيف القدس بأن وضعت المقاومة في الصفوف متقدمة، وكذلك إعادة الثقة بدول محور المقاومة والشعوب الإسلامية. فبالنتيجة اليوم ما بعد الطوفان لا يقل عن نتائج معركة سيف القدس، بل أكثر، باعتبار الذي لم يتحقق من النتيجة أن الوساطة المصرية قادت بأنه يكون هناك مساعدات ولإعمار غزة، وهذا المشروع الذي قادته لم يتحقق. هذا هو الذي يعيق الآن عدم ثقة الفصائل المقاومة بالوساطة المصرية وبحراك القاهرة، باعتبار أنتم لم تحققوا شيئا بعد سيف القدس. أين 7.8 مليار إلى غزة؟ لم تصل نعم. نتيجة العقوبات، الحصار استمر، العقوبات، بالتالي تريد ضمانات حقيقية. نعم، هذه أولى. الثانية، النقطة الثانية، أنه هذه صورة الكيان المؤقت التي كان يقف مثلا أنه الأنظمة العربية في الخليج الفارسي عندما ألامتها شعوبها أو انتقدتها على توجه نحو التطبيع، كانت تقول أنه هذه إسرائيل وهذه قدرتها العسكرية، أصبحت الآن اليوم لا وجود لها، أصبحت قبة كرتونية. بالتالي أنه هذا دافع لهذه الشعوب في الاستمرار بمواجهة حتى الأنظمة المطبعة معها. أستاذ محمد، أريد أتوقف فيك بنقطة مهمة جدا، أنه الدول الذاهبة بقطار التطبيع إعلامها دائما يتكلم على موضوع يقول إحنا سنطبع مع الكيان الصهيوني، ولكن بأنه نتفق وياهم ويا الكيان الصهيوني على المدى القريب أنه موضوع حل الدولتين وتكون الدولة الفلسطينية على من الذي يقول بحل الدولتين؟ خلنا أكمل على مود المعلومة تصل نعم. للمواطن المشاهد عفوا، فيقول انه حل الدولتين والدولتين ترجع حدودها الى قرار الامم ب 1967 وتكون عاصمه الدوله الفلسطينيه هي القدس الشرقي او القدس الشرقيه. هل ستوافق المقاومه الفلسطينيه على هذا الموضوع او ما هو اهداف المقاومه الفلسطينيه؟ عزيزي،
فصائل المقاومة الفلسطينية دول محور المقاومة لا تعترف بحدود 67 ولا تعترف بحدود 48. نعم، والشعب الفلسطيني أيضا ما يعترف بيها. القرار سماحة الإمام القائد الخامنئي حفظه الله قال في كل فلسطين، يعني ليس مسألة أنه عودة إلى 67 أو 73 أو 48. كل فلسطين طرح مشروع، الجمهورية الإسلامية طرحت مشروع حقيقي أنه الاستفتاء الشعبي، أنه يا أنتم يا مستوطنين يا قيادة الكيان المؤقت، إذا أنتم تقولون بهذه الديمقراطية وتتحدثون وهذا المشروع الغربي، نقول باستفتاء شعبي لليهود الذين كانوا في فلسطين قبل 47 وال 48 طبعا، وكل فلسطيني المخيمات وكل فلسطيني اللجوء في الدول الاخرى وكذلك كل فلسطيني الداخل يشاركون بهذا الاستفتاء وحتى المسيحيين. بالتالي انت راح تعطي حقيقه هذا الشعب الفلسطيني هو ماذا يختار. بالتاكيد النتائج واضحه. نعم. لا يريدون هذا الكيان اللقيط. فهنا هذه الدول ذهبت إلى أن تقول أساس حل الدولتين من يعترف بها. حتى المبادرة العربية اللي طرحتها السعودية في العام 2002 لم توافق عليها دول محور المقاومة ولا فصائل المقاومة، أنه موضوع حدود 67 أو غيرها، هذا الفلسطين هي للشعب الفلسطيني، فلسطين وهو قرار للشعب الفلسطيني. نعم. يريد 67 او ما يريد. من اعطى الحق بالضبط لحكام العرب ان يحددوا حدود فلسطين او يعطوا مثلا مساحة للفلسطينيين ومساحة لهؤلاء المستوطنين؟ هذا غير حقيقي. انه الشعوب هي تكافح من اجل عودة اراضيها، من عادة المقدسات الاسلامية، اما تجي حاكم قاعد هو محتمي بالامريكان منتظر مثلا اساطين موجودة، قواعد موجودة، كل هذه موجودة حامينة، ومع ذلك يفرضون عليه تذهب إلى التطبيع، تذهب إلى هذه الخيارات، أو توقف السندات المالية أو توقف. لو كانت هذه الأنظمة الحقيقية، العفو، لو كانت هذه الأنظمة العربية حقيقة صادقة في دعواها، مثلا أعطيك مثال، هذه السعودية أو هذه البحرين والإمارات. نعم. التي يتبجحون بأنهم عندهم آلاف المليارات من الدولارات، غزة تحتاج إلى 8 مليار دولار، قال يجي واحد منهم يتبرع بدل ما تصرفون على حرب يمن أو صرفتم على النوادي الليلية بس في أمريكا وأوروبا وغيرها، تعالوا 8 مليارات إلى غزة دفعوهن. عندهم كان يلو ما عندهم إمكانية مالية، إمكانية مالية عندهم، ولكن الإرادة الوطنية. إذا كنت صادقا إذا كانت دعواتك صادقة، وهذه غزة أمامك تحتاج إلى تكلفة بسيطة، ليش ما قمت بهذه المهمة؟ الآن أنت تريد تقنع الشعوب العربية والإسلامية وأنت هاي الثمان مليارات ما تقدمها أو ما تريد أن تقدمها، وتريد تقنعهم بأنه يابا أنا فاوضت أنه الإسرائيليين أنه نرجع على حدود 67، من يقتنع؟ أنت أبسط شيء ما مقدمه. بالتالي هذا نقيض الشيء هنا، أنه الشعوب الإسلامية فاهمة وعارفة بشكل حقيقي قدرة ومكانة أنظمتها لدى الأمريكان ومكانة أنظمتها لدى الإسرائيليين، لا يستطيعون أن يفرضون شيء بل. نعم. هم أدوات تفرض عليهم. نعم أستاذ محمد، خلينا نتفق على قضية مهمة وقضية واحدة. اليوم هذه المسيرات والتظاهرات المليونية بمختلف المدن والعواصم العربية والإسلامية تقريبا وقرارها أعطى التفويض إلى المقاومة الإسلامية بقضية فلسطين، هل اليوم راح نشاهد انه هذا التفويض ايضا استمر، انه ممكن المقاومة اللبنانية او المقاومة اللي موجودة في سوريا، هل سنشاهد بالايام القادمة تعزيز لهجمات المقاومة من لبنان او من سوريا؟ احنا شاهدنا بالايام الماضية هذا هناك هجمات. يعتمد على اساس انه قواعد الاشتباك التي حددتها كتائب القسام المتبنية بالعملية، اشتراك سرايا القدس مؤخرا في اسناد العملية ببعض العمليات والإطلاقات الصاروخية بما ينسجم مع المرحلة، باعتبار كتائب القسام في المعارك السابقة دخلت تحت غطاء سرايا القدس في وحدة الساحات وأثار الأحرار. اليوم العملية لا بيد القسام، وبالتالي من يحدد مسار هذه العمليات؟ أيضا مشاركة فصائل المقاومة كحزب الله في لبنان أو فصائل المقاومة في سوريا وحتى كبلد مثل سوريا والجمهورية الإسلامية وفصائل المقاومة في العراق، يعتمد على أساس ماذا
يريد العدو أن يفعله؟ ما هي مخطط العدو لهذه العملية؟ نعم هم الإعلام الغربي والإعلام الصهيوني قال من نفذ هذه العملية هم الإيرانيين، لكن في نعم. استهانة واضحة بالفلسطينيين، لكن الرد جاء من سماحة الإمام الخامنئي عندما قال الفلسطينيين هم أكثر قدرة وأكثر إمكانية مع ما يملكون من قدرات يذلون بالاحتلال. يعني أنتم ليش تسحبون هذه القدرات من الفلسطينيين؟ هم قادرين، عندهم إمكانية، واجهوا الاحتلال بصمود وبسالة حقيقة منقطع النظير. بالتالي أنه أنت تجي تتورط أو تقول يا بالآخرين داخلين حتى تعالوا الأمريكان يدخلوا، هي هذه الفكرة، أنه هذا الرؤية مغايتها. لكن نقول أنه التفويض والإسناد للمقاومة ما يحدث وما أن يريد أنه مثلا الفصائل لا تدخل معركة غير محسوبة النتائج. من دخلت كتائب القسام في هذه المعركة تعرف ردات فعل العدو، تعرف نتائجه، تعرف ماذا سيفعل في غزة، وهي من تحدد النتائج ومسار العمليات. كذلك أيضا مشاركة حزب الله وفصائل المقاومة في سوريا أو الجمهورية الإسلامية فصائل المقاومة في العراق يعتمد أيضا على نتائج محسوبة، أنه ما هو مسار تحركات العملية، أي لا تكون ردات الفعل أو عملية انفعال في هذه العمليات، بل مدروسة ومتقنة. نعم. وهذا يعتمد على الأحداث المقبلة وما ستفرضه الساحة العسكرية بعد المسيرات هذه المليونية اللي معروضة الآن على شاشة قناة الأيام الفضائية بمختلف حقيقة المدن اللي قاعد نشاهدها، الأعداد الكبيرة جدا دعما لعملية طوفان الأقصى. أرجع للدول للأسف الخانعة، الأنظمة الخانعة، الأنظمة المطبعة، الأنظمة التي تنوي التطبيع قريبا جدا. اليوم بعد مشاهدتهم هذا النوم النبض الشعبي حتى لدولهم، هل ممكن راح يتغير قرارهم ويقول لك لا أنه ممكن تعال خلينا نعكس اليوم القرار الشعبي، ممكن يقللون بياناتهم اللي للأسف ميالة للكيان الصهيوني مطلقا؟ شوف هذه الأنظمة باعتبارها قائمة. أنا أذكر لسماحة الإمام القائد الخامنئي حفظه الله ذكر في العام 2010-2011 قال المستقبل للصواريخ. كان هذا نتاجه وأثاره. اليوم المنظومة الصاروخية والقدرات الصاروخية في إيران هي من تحسب حسابها، يحسب حسابها هذا الكيان المؤقت. قدرات المقاومة في فلسطين، قدرات المقاومة في لدى حزب الله، قدرات المقاومة لدى في العراق أو سوريا، كلها هي حسابات ولدى هذا الكيان المؤقت ولدى الإدارة الأمريكية. بالتالي المغامرات إذا أراد الكيان أن يغامر أو الإدارة الأمريكية فإنهم يعرفون ردات الفعل والنتائج العكسية ستكون عليهم. هذه النقطة. نعم. النقطة الثانية، الأنظمة العربية أنت لا تعول عليها. أنا أعطيك مثال، مثل ملك الأردن حاط على صدره 60 نوت مال عسكري وهو ما مشارك ولا معركة. أبو البحرين كذلك. هذه صورة حقيقية، صورة كرتونية لهذا النظام. لكن الشعوب نفسها هل ستغير هذه الأنظمة؟ نعم، عندما تفقد الإدارة الأمريكية باعتبار الآن الحروب، أمريكا منشغلة في أوكرانيا والآن صحيح. أصبحت في إسرائيل، عندما ترفع يدها عن هذه الأنظمة ستسقط وتتهاوى بأقدام شعبها. نعم طبعا، كل التحية والشكر لك السيد محمد الياسر الباحث بالشأن السياسي على حقيقة مدى هذا التحليل اليوم اللي وصل اليوم هذه المعلومات أو اليوم التنبؤ ممكن مستقبلا بهذه القضية المهمة. شكرا جزيلا أستاذ محمد. وأكيد كل التحية والشكر للأستاذ نبيل سرور الأستاذ العلاقات الدولية من لبنان، وكل التحية أيضا للأستاذ أمين الغزي عضو المكتب السياسي للمجلس الأعلى الإسلامي العراق عبر السكايب، ولكن للأسف اليوم الخلل بشبكة الإنترنت اللي خارج عن إرادة قناة الأيام الفضائية ما قدرنا نأمن هذا اللقاء. طبعا إلى هنا تنتهي هذه التغطية الخاصة والمستمرة على مدار 7 أيام لعملية طوفان الأقصى، وإن شاء الله نستمر بهذه التغطيات إلى النصر الفلسطيني القريب بحول الله تعالى. إلى هنا تنتهي هذه التغطية، انتظرونا بتغطيات أخرى. إلى اللقاء.